أجمع ساكنة بلدية بوثلج على ارتياحهم لانطلاق مشروعين هامين، واحد للتهيئة الشاملة وآخر لتصريف المياه لكل من حي عمر نوار أقدم أحياء البلدية، والآخر لقرية أم العقارب. بعد انتظار طويل اليوم رانا نلاحظوا في التهيئة الحضرية وبالأخص حي عمر نوار الذي كان يعاني الأمرين من المسالك الصعبة 40 سنة وهم ينتظرون في هذا المشروع، وهو اليوم تجسد على أرض الواقع بفضل جهود السلطات المحلية. هذا وين سقلينا درك، وهذا وين عرفنا روحنا باللي رانا عايشين في البلاد هذه. الحمد لله كنت خدم الطريق وترطورات وبربي إن شاء الله يكون حتى الاستاد الطريق. ساكنة حي عمر نوارة يعبرون عن فرحتهم. كانت كارثة كبيرة، لا 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 لا, 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 لا تقدر تشوفها لا تهدرها، لا وش راح نقول لك، كانت الغرقة والميميان سيرتوك كي تصب النو ولا كي دار نو برجليك تلبس بوط ما تقدرش تمشي. الحمد لله الأشغال راهي جارية وإن شاء الله إن شاء الله في أسرع وقت. رئيس بلدية بوثلجة ينجز ويطالب. الحمد لله المشاريع هذوما في زوز راهم تجسدوا ميدانيا. عندنا مشروع مول عقارب غلاف مالي يتجاوز 15 مليار. حي عمر نوارة ما يخفيش عليكم هو من أقدم الأحياء على مستوى بلدية بوثلجة، غلاف مالي لتهيئة الحي بقيمة 7 ملايير سنتيم. إداء يعني لسيد والي ولاية الطارف والسيدة رئيسة الدائرة إنه يهزوا مأخذ من جد حي زراد حسين اللي راه يعاني. أنجز وطالب، هكذا أرادها مجلس بلدية بوثلجة الذين رفعوا راية فلسطين على مقر بلديتهم رفقة راية الشهداء.